يا صباح الخيرات والبرد يلي بلشنا فيه نهارنا. بدنا نخبرك المشاهدين خلال هذا الاسبوع كان الطقس متقلب، اكيد شفنا المطر الثلج بالاماكن المرتفعه والهواء القوي. يا ترى هالمنخفض رح يضل مستمر ولإمتى؟ وإمتى رح نقول وأخيرا خلص خلصنا من الشتوية ورح نفوت بالربيع وأجواءه؟ رح نعرف كل هاي التفاصيل هلأ مع ضيفنا عبر الهاتف الأستاذ محمود إسماعيل الأخصائي بالأرصاد الجوية. يسعد صباحك أستاذ. يا صباح النور، يا أهلا وسهلا. صباح الخير أستاذ، يعطيكم ألف عافية وأهلا وسهلا فيك بصباحنا. مثل ما ذكرت زميلتنا نور، يعني بلشنا بمنخفض جوي هو قاسي نوعا ما ومستقر على الحوض المتوسط، خبرنا هذا المنخفض لإمتى مستمر؟ نحن وصلنا للذروة ولا لا؟ الذروة لسه قادمة، رح يكون في منخفضات متتالية بعده؟ بداية صباح الخير لكم ولجميع المشاهدين. ذروة المنخفض مرقت تماما مع النشاط اللي كان ملحوظ على شدة الرياح يعني خلال 48 ساعة الماضية، وترافقت بتساقطات للثلوج الحمد لله كانت وفيرة وأدت إلى سمكات بلغت 1 متر على السفوح الشرقية لجبل الشيخ. هلأ الأوضاع الجوية المرافقة لها الكتلة الهوائية الباردة رح تستمر خلال نهار اليوم. ما يميزها هو البرودة على الطقس عم نلاحظه خلال ساعات النهار، إنما عم تنخفض درجات الحرارة خلال ساعات الليل إلى ما دون الصفر مئوية. لذلك يعني عبر تلفزيونكم الكريم بنوجه تحذيرنا للأخوة المواطنين توخي الحذر من تشكل الجليد على المرتفعات الجبلية بشكل خاص، وحدوث الصقيع خلال ساعات الصباح الباكر على معظم المناطق الداخلية. هذا المنخفض يعني خلينا نحكي شوي عنه بشوية تفصيل، مستمر خلال الأيام القليلة القادمة، إنما بفعالية خلال يومين الاثنين والثلاثاء بفعالية أضعف، الفرصة بتبقى على المناطق الشمالية الجزيرة الوسطى والساحلية. الهطل زخات من المطر حتكون على فترات وتساقط للثلوج على المرتفعات لا تزيد عن 1200 متر. هلا يوم الاربعاء متوقع ان يعني يصير في تغذيه او اعاده تنشيط لهذا المنخفض مع كتله هوائيه قطبيه المنشا ايضا، انما معدله يعني حرارتها حتكون ادفأ نسبيا، حتدعم هذا المنخفض من جديد و تصبح منطقة الحوض الشرقي للمتوسط أيضا بمنخفض أو تتجدد الفعالية مع منخفض جديد يومي الأربعاء والخميس يعني مع عطلة نهاية الأسبوع إن شاء الله. تماما، يعني بشكل خاص عن هذا الأسبوع يعني منخفضين قطبيات المنشأ، الأول مرأ حاليا عم نتأثر ببقايا الكتلة الهوائية ببرودة، يتغذى المنخفض مرة ثانية إن شاء الله يوم الثلاثاء الأربعاء. تماما، يعني فينا نقول من بعد يوم الجمعة رح تستقر بقى حالة الطقس، رح تبلش الأجواء تماماً الربيعية. تماما، هو البارد القطبي حيأثر حتى يوم صباح يوم السبت تماما، يعني في استقرار إن شاء الله من بعد يوم السبت أو نهار السبت إن شاء الله حيكون في استقرار. يا ريت تأجلونا العطلة معناتها، نخبيها للعطلة الأسبوع القادم. ولا مطر، ولهيك بنقول يعني لا، في ناس كثير بتحب تسافر بهي الفترة أستاذ محمود، بتمنى منه القيادة بحذر، المضطر ليسافر القيادة بحذر على الطرقات. صح. والله يبعث الخير، ما بنقول إلا هيك. آمين يا رب. طب سؤال أخير أستاذي، شو عم يصير بالطقس إجمالا؟ حضراتكم خبراء بالأرصاد الجوية وبتوزعات الكتل الهوائية وبالجغرافيا، شو عم يصير بالطقس؟ يعني كأنه في انزياح حولي 20 25 يوم نحو الأمام، كأنه الشتاء عم يتأخر والصيف عم يتأخر، كنا متعودين بسوريا أو بالحوض الشرقي للمتوسط نستقبل فصل الربيع أبكر ببداية آذار بمنتصف آذار، شو اللي عم يصير؟ اللي عم بصير هو يعني هو حيدان طفيف أو شذوذات عن حال المعتاد، يعني هذا سببه التغيرات المناخية أو التقلبات المناخية. يعني نحن بهالفترة هاي يعني من السنة عادة ممكن نستقبل منخفض قطبي المنشأ، إنما ليس كان بهالشدة اللي عم لاحظها هلا. يعني خطوط الضغط يعني من خلال تحليلنا للخرائط الجوية يعني خطوط الضغط بشكل مستقيم من القطب الشمالي إلى الحوض الشرقي للمتوسط، يعني أنا أول مرة بشوفها، يعني بشوف خطوط الضغط أثناء تحليلنا للخرائط وتوقعاتنا. تماما، يعني
ذكرتوا حضراتكم انه منشأ التعديلات ممكن الدفية شوي، فنازلة مباشرة نزول قطبي الى شرق المتوسط مباشرة، وهذا اللي لمسناه من خلال الجو ودرجات الحرارة المنخفضة. تمام، ذكرتوا حضراتكم انه عفوا استاذي لو سمحت، ذكرتوا انه مركز اوروبا وتحديدا اوكرانيا هذا المنخفض، فمعقول اثاره ممتد الى الحوض المتوسط؟ طبعا الكتلة الهوائية بتمتد الى عشرات الالوف من الكيلومترات، الكتلة الهوائية المرافقة لها المنخفض تمتد من الدول الاسكندنافية او خط الضغط القطبي بنسميه، عم يمتد من الدول الاسكندنافية في شمال القارة الى وسط المتوسط، عم يدخل عند تقريبا اليونان وعم يرجع بيطلع باتجاه اوكرانيا وروسيا. اوكي، هاي المنطقة كلها منطقة ضغط منخفض مرافقة للكتلة الهوائية، فتخيل قديش يعني عم تاخذ تقريبا وسط القارة الأوروبية بالإضافة إلى شرق المتوسط بالإضافة إلى شرق القارة الأوروبية. تماما. شكرا كثير لك أستاذ محمود، يعطيكم ألف عافية.